تطلق الدكتورة إيناس عبد الدين وزيرة الثقافة ورئيسة الأوبرا فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تستمر هذه الدورة لمدة خمسة عشر يوم وتضم ثلاثة وثلاثين حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من عشر دول عربية يضم حفل الافتتاح في المين عن راحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبد داغر